سعيد بن خلفان المنصوري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، متواصلين مع حضراتكم في هذه الانطلاقات وفي سابع الأشواط الذي اندفع بنخبة من الأبكار المشاركات في هذا الشوط. نتمنى التوفيق لكل المشاركين، نهني الفائزين في الأشواط الماضية، وننطلق مع حضراتكم في هذا الشوط وعلى الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية. نتابع المقدمة ونتابع الصدارة، هذه اللي في مقدمة الشوط مشهورة، سالم بن حمد بن سعيد المري مع المركز الأول، وفي الصدارة تليها مباشرة بنت ناصي بشعار محمد بن راشد بن سلامة الهاجري اللي أهنيه الناموس اليوم بفوز الذيب هناك في دولة الإمارات العربية المتحدة في ميدان الوثبة في الشوط الرئيسي، فوز الذيب وحصوله على أفضل توقيت، أهني أبو راشد على هذا الفوز. أنتقل إلى المركز الثالث لأجد جبارة صالح بن مرضي بن عوض الرشيدي مع المركز الثالث، وهناك المركز الثالث من تجاوزت وانتقلت وانطلقت في المركز الثالث هنا إلى المركز الثاني، واندفعت شعار بن مقارح مصيحة سالم بن صالح بن مقارح المري المركز الثالث. من تبقى في المركز الثالث وجود جبارة صالح بن مرضي بن عوض الرشيدي، والمركز الرابع المركز الرابع من الجانب الآخر، هذه اللي في رابع المراكز. هذه مشهورة سالم بن حمد بن سعيد المري المركز الخامس، مطره على المركز الخامس صالح بن حمد أبو صلعة المري. هذه نتيجة المراكز الخمسة الأولى المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط. نتمنى التوفيق لكل المشاركين، لازالت الأمور تنطلق وتسير مع اللقاية الإبكار في مسافة الخمسة كيلومترات، وهذه انطلاقة بنت ناصي سلالة ناصي تنطلق بشعار محمد بن راشد بن سلامة الهاجري الذي يندفع مشاركا في هذا الشوط ومندفعا مع هذا الاسم. عبد الله بن علي الهاجري هو المتابع لهذا الاسم والمضمر. المركز اللي غيره، شوف شعار بن مقارح، شعار بن مقارح غير وانتقل إلى مقدمة الشوط مع وجود هذا الاسم ومع انطلاقة مصيحة سالم بن صالح بن مقارح المري. المركز الثالث، انتقل لأجد وانتقال مطرأ إلى ثالث المراكز، هذا شعار صالح بن حمد بو صلعة المري مع المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع وجود شعار مسفر بن عبد الرحمن الشامري مع المركز الرابع، انتقل بدوره في أول نداء لهذا الاسم، بينما المركز الخامس وختام هذا النداء شعار بوزايد هنا على المركز الخامس، تواجد للجازي محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. هذه الأسماء مرة أخرى على حضراتكم، اللقاية الإبكار تنطلق وتندفع مبحرة في ميدان التحدي مشاركة مع هذا المهرجان وفعاليات هذا المهرجان الذي رصدت له الجوائز القيمة سواء العينية أو النقدية لإحياء هذه الرياضة العربية الأصيلة في ميدان التحدي وفي دولة قطر خاصة. يا سلام، لوحة اثنين، لوحة اثنين عن خط النهاية، عن خط النهاية مصيحة تسيطر على المقدمة، سالم بن صالح بن مقارح المري أحد أبناء منطقة الشحنية المشاركين في هذا الشوط، أحد ممثلي أبناء الشحنية في هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني، هذه مطره صالح بن حمد بو صلعة المري مع المركز الثاني، وتحرك شعار بو زايد، تحرك شعار بو زايد ينطلق مع الجازي محمد بن زايد بن خلفان المنصوري أحد ضيوفنا من دولة الإمارات من المنطقة الغربية، ممثل الغربية، ممثل الإمارات كاملة في هذا في هذه الرياضة العربية الأصيلة. نعم بو زايد
هذه عليها ترجيح مبطن اللي بالمركز الثالث، بينما بنت ناصي محمد بن راشد بن سلامة الهاجري انتقل في هذه اللحظة إلى المركز الرابع مع بنت ناصي. المركز الخامس الشهنية مسفر بن عبد الرحمن بن سعد الشامري، يا سلام، بذيع شديدة على المركز الخامس، بذيع شديدة للمتدخلة ناصر بن سعود آل شافي، يهمني هذا الاسم، يا سلام، سعد بن سعود هو المضمر والمتابع، يا سلام، ستة أسماء في موقع واحد تقريبا، ستة أسماء في موقع واحد. محمد بن زايد يتصدر الأسماء، ينطلق مع المقدمة، شديدة تدخلت، انطلقت شديدة في هذه اللحظة ناصر بن سعود آل شافي الهاجري، وهناك من الجانب الآخر أيضا هاجري آخر ينطلق مع بنت ناصي، بنت ناصي محمد بن راشد بن سلامة الهاجري. الله، هذه الدوحة أتت من الجانب الآخر، تسللت الدوحة، ناصر بن علي بن عبيد المريزيق المري انطلقت في هذه اللحظة في هذا التحدي، هذا هو المنحطف الأخير، هذه المقدمة وهذه الدوحة ناصر بن علي بن عبيد المريزيق المري مع المقدمة، وصلت الأسماء بن مريزيق، وصلت الأسماء، شوف اللي بالمركز الثاني، شوف الشعار الفلاحي، اختيار عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي مع المركز الثاني والمركز الثالث، هنا المتدخلة المنطلقة المندفعة، الثلاث اللي بهنزان اللقاء، الثلاث، هذه جبارة، عبيد بن ناصر بن دغاش العامري ولكن بمريزك، حافظ يا شعار وهايب، شعاري وهايب، يا سلام، يلا حرك الدوحة، يهمنا هذا الاسم كثيرا، يهمنا يا ناصر، ناصر، الدوحة، شعاري وهايب، أبناء الدوحة يخطفون المركز الأول في هذا الشوط، يخطفون مع الدوحة ناصر بن علي بن عبيد المري، أهنيه وأهني نفسي على هذا الفوز، تهانينا والناموس. المركز الثاني جبار عبيد بن ناصر بن دغاش العامري، المركز الثالث بنت ناصي محمد بن راشد بن سلامة الهاجري، المركز الرابع اختيار عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي، المركز الخامس وصلت الشهنية مسفر بن عبد الرحمن بن سعد الشامري. إذن هذه الأسماء على حضراتكم الفائزة والمسيطرة التي شاهدناها على الهواء مباشرة، وهذه الدوحة 7:45 38 جزءا من الثانية، الدوحة ناصر بن علي بن عبيد المري، تهانينا والناموس. المركز الثاني 7:45 94 جزءا من الثانية، هي جبارة عبيد بن ناصر بن دغاش العامري، بينما المركز الثالث وصلت بنت ناصي 7:49 82 جزءا من الثانية، محمد بن راشد بن سلامة الهاجر.